هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي ليؤدي عمرة الإسلام علما أنه ليس بفقير؟ ليس بفقير. لا ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مال الزكاة شيخ يعطيه من مال الزكاة، ما هو من ماله هو. لا، الزكاة ما تعطى للغني، لا تحل لغني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الصدقات للفقراء والمساكين على ثمانية في الآية، ما تعدها الثمانية. نعم.